السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه لذيذه لان فيها مكونات حلوه. الوصفه دي عشان نعملها عايزين خضار مشوي، والخضار اللي هنستعمله هو بس الفلفل الالوان، وهنستعمل كمان بتنجان مشوي. البتنجانه ممكن تشوها زي ما هي وممكن تعملوها شرايح زي ما انتم عايزين. عايزين كمان لحمه مفرومه، بصل، طماطم مقطعه مكعبات اتنين، وعايزين ريحان وصلصه طماطم، وعايزين جبنه موتزاريلا، وعايزين زبده، وعايزين بعد كده كمان جلاش، عجينه جلاش. اول حاجه هنعملها عايزين نعصج اللحمه بتاعتنا. هناخد الزبده وممكن نحط مع الزبده شويه زيت عشان خاطر الزبده ما تتحرقش مننا، فهنحط بس شويه زيت، ممكن زيت زيتون بيبقى احلى. هنحط بقى بس حته زبده، وهنحط البصل، وهنعصج اللحمه عادي زي ما احنا متعودين نعصج اللحمه. نقلب بسباتولا علشان خاطر مش عايزين نجرح الطاسات دول، لان طبعا المعدن بيجرحهم. هنعصج اللحمه عادي، هنقلب الاول البصل شويه بس يصفر، هنضيف اللحمه المفرومه. الريحان اللي عندنا انا دايما بقول انه دايما احسن يتضاف في اخر الاكله خالص، لان الحاجات اللي فيها نكهات زي الريحان وال بقدونس، كزبره، جوز الطيب، الحاجات دي كلها بيبقى كل ما بتقعد على النار بتروح نكهتها، بتقل نكهتها. فحتى لو هنستعملها ممكن في نص الطبخه ممكن نحطها، بس برضو دايما شيله شويه لاخر الطبخه عشان تفضل النكهه اقوى. فالريحان هنحطه اخر حاجه. اللحمه المفرومه عندنا طبعا يفضل تكون لحمه مفرومه حمراء، وممكن كمان تعملوها بلحمه مفرومه فراخ لو تحبوا، برضو بتبقى لذيذه جدا. بس ثواني نتاكد ان الفرن كمان شغال، لان الوصفه دي بعد ما تخلص بنحطها في الفرن. اوكي، هو كويس ان احنا نسخن الفرن من الاول عشان عايزين نحمر الوش، لان الوش هيبقى عليه الجلاش. هناخد بقى اللحمة المفرومة، اي توابل عايزين تحطوها، عايزين تحطوا مثلا شوية بهارات، عايزين تحطوا شوية جوزة الطيب، كله بيبقى لطيف معاها. هي بس عايزين نوصل لكم الفكرة بتاعت الطبق وازاي ممكن نقدمه بطريقه تكون لذيذه وفيها فكره جديده كده حلوه. نحط بقى ملح وفلفل، انا بصراحه لما باجي بحط الريحان بالذات بحس ان هو مش محتاج توابل، ببقى عايزه طعمه هو لوحده اللي يبان، فعشان كده ما حطيتش حاجه مع الطبق ده غير بس الملح والفلفل. هنعصج بقى اللحمه عادي، هنسيبها بقى دلوقتي تتعصج ونروح للخضار بتاعنا المشوي. الخضار اخدناه وشويناه عادي خالص. هناخد الخضار اللي احنا شويناه، وزي ما قلنا عندنا فلفل الوان وعندنا بتنجان مشوي، هنقطعهم بس بناخد الخضار زي ما هو، بنعمل بس فيه كده بالسكينه شويه شقوق وبنحطه في الفرن لغايه ما يتشوي. عندنا هنا البتنجان عايزين بس ايه نقشره، وعايزين كمان نقشر الفلفل. طبعا ده اسهل علشان خاطر انه يتقشر اول ما يطلع من الفرن، حطوه في كيس واقفلوا عليه،
بس بتقفلوا عليه البخار اللي هيتكون جوه هو اللي هيسهل علي عملية التقشير. شايفين ده احنا حطيناه في الكيس عشان كده سهل تقشيره زي ما انتوا شايفين. فبس يطلع الخضار من الفرن نحطه في كيس ونقفل عليه شوية، هيبقى سهل نقشره بعد كده. اي خضار تاني مشوي عايزين تحطوه بتقدروا، يعني ممكن برضو تحطوا كوسة مثلا في الفرن تتشوي برضو بتطلع طعمها حلو، اي خضار انتوا عايزينه. هي بس الفكرة كده، هوريكم ازاي هنقدم الطبق في فكرة جديدة كده ولذيذة. هنقطع بقى البتنجان اللي عندنا زي ما قلت، لو تحبوا تعملوه شرايح برضو ممكن، يعني تعملوه شرايح وتشوه في الفرن بعد ما ندهنه كده بشوية زيت زيتون برضو بيبقى حلو. خلاص كده تمام. هنحاول بقى نشيل زي البذور دي الصغيرة، ما بتبقاش طعمها حلو في الأكل فهنشيلها، وناخد بقية البتنجانة هي اللي هنستعملها. خلاص كده تمام، ناقص اللي هنا بس وخلاص. طيب دلوقتي اللحمة عندنا تقريبا عايزة بس تتقلب. شوية كده وهنضيف لها الصلصة والطماطم المقطعة اللي عندنا. خلاص البتنجانة كده جهزت، دول خلاص مش عايزينهم، ودول بس اللي هنستعملهم، هنقطعهم كده عادي. خلاص كده البتنجانة تمام، وهناخد الفلفل كمان هناخده نقطعه. شايفين قد ايه بيطلع بسهولة؟ زي ما قلنا بس حطوه في كيس اول ما يطلع من الفرن وهتلاقوه بيطلع معاكم بمنتهى السهولة كده. خلاص هنقطع برضو الفلفل، البتنجان عايزين نقطعه برضو. نحط دول مع بعض. دلوقتي بقى عايزين نحط القوطة طماطم، هنحطها مع اللحمة. وهنستنى عليها بس تدبل شوية كده مع اللحمة بتاعتنا. وبعدين هنروح حاطين الصلصة وهنسيبها شوية مع شوية مية لغاية ما يتقلبوا كده مع بعض وتتجانس المكونات، وبعدين نشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. خلاص احنا دلوقتي عصجنا اللحمة وقطعنا الفلفل الالوان اللي عندنا كله المشوي، وقطعنا البتنجان كمان. خلاص دي تمام. ناخد الصلصه زي ما قلت لكم، اي توابل تحبوا تحطوها حطوها، بس انا ما بحبش التوابل الكتير، يعني بحب لو مثلا انا عاملاها دي بالريحان وعامله معاها خضار مشوي بحب
تفضل نكهة الريحان باينة ونكهة الخضار المشوي باينة، فعشان كده ما زودتش توابل علشان ما ايه ما ضيعش النكهات اللي انا عايزاها. خلاص دلوقتي انا هحط شوية مية على الطبق بتاعي هنا على اللحمة وهسيبه يتسبك بتاع 10 دقايق، نكون طلعنا فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي اللحمه عندنا اتسبكت، هناخد بقى الريحان اللي عندنا دلوقتي هحطه. بس هنقطعه عادي خالص، حتى ممكن تقطعوه بالايد مش مشكله. هنجيب بقى الطبق اللي هنحطه في الفرن. هنحط اللحمة اللي عندنا في تحت في قاع الطبق بتاعنا. وهناخد دلوقتي الخضار اللي عندنا ده وهنحطه كله فوق الطبق ده. الخضار المشوي بيدي نكهة جميلة في الأكل. نوزعه كويس عشان كل طبق يبقى فيه وصله النكهة بتاعة الخضار. نوزعه بس كده كويس. وهناخد بقى دلوقتي الجبنة وهنحطها على الوش. دلوقتي بقى عايزين ناخد الجلاش اللي عندنا. هناخد الجلاش وعايزة اقطع الجلاش يعني هنشوف دلوقتي هنقطعه بأي سمك. يعني عايزينه يبقى زي مربعات قد المربعات كده يعني، او اكبر شويه من مربعات الباف بيستري. فهناخده كده نقطعه من النص وناخد النص ده نقطعه كمان كده. هناخد بقى الجلاش وهنبتدي نعمله ايه على شكل يعني كده ونحطه كده. ده بقى لازم نكون طبعا مولعين الفرن من قبل من الاول، لان احنا يعني عندنا كل حاجه مستويه بس الجلاش عندنا هو اللي عايز يتحمر من فوق ويستوي شويه. بحط كل ورقتين مع بعض. خلاص دلوقتي هناخد بقى الصينيه بتاعتنا دي، عايزه شويه بس احط لها شويه زبده. فهناخد طاسه صغيره نحط فيها شوية زبدة، يعني تقريبا معلقة كبيرة، وبالفرشة هدهنها كلها بالزبدة وادخلها الفرن عشان خاطر الوش عندي بقى كله يحمر ويبقى لونه حلو كده من الزبدة. دول هرجع تاني اشيلهم هنا، بقفل عليهم كويس جدا عشان الجلاش طبعا احنا عارفين انه بينشف. نقفل الجناب كمان عشان ما نخليش اي هواء يدخل لها وتنشف مننا. اهي
كأنها جديدة. خلاص كده ناخد بقى الفرشة بتاعتنا وكده خلاص تمام كده كده امان. ناخد بقى الصينية بتاعتنا ونحطها في الفرن زي ما اتفقنا على درجة حرارة 200 زي ما قلنا، هي بس دي اللي عايزة تتحمر وتستوي شوية طبعا، واحنا كله عندنا تحت مستوي. خلاص كده ممتاز. نحطها بقى في الفرن. درجة حرارة 200 وهنطلع بقى دلوقتي فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. هنعمل طبق لطيف جدا، شوكولاتة كده بزبدة الفول السوداني، طبق ما فيهوش مكونات كتير ما فيهوش خطوات كتير بس طعمه حلو جدا جدا. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. احنا دلوقتي هنعمل وصفه تانيه اللي قلت لكم عليها، سهله جدا، مكوناتها قليله جدا وطعمها لذيذ جدا جدا. هنعمل مربعات شوكولاته بزبده الفول السوداني. اول حاجه عايزينها، عايزين 400 جرام شوكولاته، ودي احنا حطيناها على النار على حمام مائي. عايزين كوبايتين بسكوت، وعايزين زبده، ودول هنخلطهم مع بعض كويس جدا وهنفردهم في صينيه زي ما احنا عاملين في الصينيه دي اللي عندنا، بسكوت وزبده وفردناهم. لو تحبوا تضيفوا معلقه من زبده الفول السوداني مع البسكوت كمان بتدعم الطعم زيادة. فهنا نقول عندنا كوبايتين بسكوت، وعندنا 100 جرام زبدة، وعندنا معلقة كبيرة زبدة فول سوداني. حطيناهم هنا وفردناهم كويس قوي، ولازم ناخد بالنا ان الصينية لازم نحطها فيها، نحط فيها ورق زبدة، لان انا عايزة اطلع كل الكلام ده بره الصينية بعد كده، مش هينفع اطلعه لو الصينية ما فيهاش ورق زبدة. طيب دلوقتي حطينا ال 400 جرام على النار اللي هم الشوكولاتة اهم، عايزاهم يسيحوا بس خالص، وبعدين هنحط معاهم، احنا معانا هنا نص كوباية زبدة فول سوداني، نص كوباية زبدة فول سوداني هناخدهم نحطهم على الشوكولاته بتاعتنا هنا ونخليهم كلهم مع بعض يسيحوا. عندنا بقى هناك المعلقتين دول هنشوف هنعمل فيهم ايه دلوقتي. ناخد النص كوبايه، نص كوبايه زبده فول سوداني. تاني هنقول المكونات لان دايما بيطلب ان احنا نعيد المكونات واحنا بنشتغل. عندنا هنا 400 جرام شوكولاته حطيتهم على حمام مائي مع نص كوباية زبدة فول سوداني. عندنا هناك البسكوت، حطينا البسكوت مع الزبدة فرقناه كويس. لو تحبوا تضيفوا معاه كمان معلقة زبدة فول سوداني يبقى كويس. يبقى عندنا كوبايتين بسكوت مع 100 جرام زبدة مع معلقة كبيرة زبدة فول سوداني. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنستنى. خلاص هي ساحت تمام كده، خلاص كله اختلط مع بعضه اهو، زبدة الفول السوداني والشوكولاتة ال 400 جرام. خلاص كده تمام. ناخد بقى الشوكولاتة بتاعتنا ونروح على البسكوت اللي عندنا. هنحط
الخليط بتاع الشوكولاتة ده هنا فوق البسكوت بتاعنا. طبعا البسكوت بعد ما بنعمله بنروح حاطينه في التلاجة علشان يجمد، ونقدر لما نحط عليه الشوكولاتة كده ونفردها ما يفرولش مننا، فلازم يكون جمد شوية. في ناس بيحطوا البسكوت في الفرن حتى بتاع الشيز كيك، يعني أنا بشوف إن هو يتحط في الفريزر شوية بيؤدي الغرض وزيادة. هنفرده كويس كده، تمام كده، ننزل الزيادات دي كلها. خلاص هناخد دلوقتي بقى نجيب سكينة وهناخد زبدة الفول السوداني اللي عندنا، وعايزين نحطها كده على الشوكولاتة بتاعتنا. بس هعمل ايه؟ عايزة احط لها بس يعني معلقة، يعني بسيط قوي، معلقة كبيرة كريمة مش اكتر، بس معلقة كريمة واحدة هحطها مع زبدة الفول السوداني واقلبهم مع بعض. خليهم معلقتين، معلش معلقتين، يبقى معلقتين كريمة على معلقتين زبدة الفول السوداني اللي عندنا. قلبهم كويس، انا عايزاها بس ايوه كده تطرى شوية عشان لما اجي احطها هنا على الشوكولاتة. هتشوف دلوقتي عايزين نعملها شوية تكون رخامية كده، فهنحط هنا شوية، ولازم تكون الشوكولاتة لسه سخنة لما نيجي نعمل كده علشان خاطر برضو ايه تدوب لي شوية زبدة الفول السوداني اللي عندنا، واقدر اعمل منها الاشكال اللي انا عايزاها. ناخد بقى السكينة وهنبتدي نعمل اشكال كده كده، ندخلها في بعض. كده كأنها شوية اشكال رخامية، هي كل ما بتنزل في الشوكولاتة كل ما بتسيح وبتبان الزبدة معانا اكتر. وخلاص كده ناخدها بقى نحطها في التلاجة. تمام، هنحطها دلوقتي بقى في التلاجة لغاية ما تجمد، مش هتاخد وقت طويل، بس يمكن مثلا ساعة وهتجمد على طول، لأن الشوكولاتة ما فيهاش كتير سوائل تخليها تفضل سايلة، هتجمد على طول. خلينا نبص مع بعض على الجلاش. ابتدى يحمر بس لسه مخلصش، فاضله شوية. هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل علشان نكمل معاكم بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفه تانيه لذيذه قوي، وعلشان نعملها عايزين نص كيلو كريز، بما انه دلوقتي موسم الكريز. ولو مش عايزين تستعملوا كريز تقدروا تستعملوا خوخ، تقدروا تستعملوا اي حاجه انتوا عايزين تستعملوها، المهم معانا العجينه الصح اللي هنعمل بيها الوصفه اللذيذه بتاعتنا دي. طيب، فعايزين نص كيلو فاكهه، احنا اخترنا النهارده زي ما قلنا الكريز، وعندنا اربع بيضات، نص كوباية سكر، دقيق، كوباية لبن، 100 جرام زبدة، معلقة كبيرة بشر برتقال، وفانيليا. تمام، هناخد دلوقتي معلقة زبدة كبيرة، دي إضافية هنحطها في الطبق هنا مع معلقتين كبار سكر.
خلينا نبص مع بعض على الجلاش بتاعنا. خلاص هو كده ممتاز، نطلعه. خليه كده دلوقتي هنا، وكمان شوية نقدمه. طيب دلوقتي هناخد الزبدة اللي عندنا دي، وعايزين زي ما قلنا معلقتين كبار سكر. هناخد الزبدة وهنتعكها كده في الطبق بتاعنا، يعني معلقة بس مش أكتر من معلقة. نعف الجناب كمان. هناخد بقى دلوقتي معلقتين السكر وهنحطها، يعني كأن ده بدل ما بنحط زبدة ودقيق هنحط زبدة وسكر. كده في كل الطبق بتاعنا لغاية ما يغطيه خالص. خلاص كده الطبق بتاعنا جهز. هنعمل بقى دلوقتي الوصفة بتاعتنا نفسها. هنعمل ايه؟ هناخد الكريز اللي عندنا طبعا مفصفصينه من البذر. هناخد نص كيلو. انا عايزة الطبق كله يعني يبقى متغطي خالص، مش باين منه حاجة، فهنحط تقريبا بيعوز نص كيلو. لازم يبقى كل الطبق متغطي عندي بالفاكهة اللي احنا مستعملينها. فهو نص كيلو زي ما انتم شايفين، ممتاز كده تمام. طيب هناخد بقى دلوقتي البيض ده كده جاهز خلاص، وده مش عايزينه. عندنا 4 بيضات هنحطهم مع بعض. طيب نقول المقادير تاني. عندنا 4 بيضات، وعندنا 1/2 كوباية سكر، وعندنا 3/4 كوباية دقيق، 1/4 كوباية لبن، 100 جرام زبدة، معلقة كبيرة بشر برتقال وفانيليا. أول حاجة هنعملها حطينا 4 بيضات، وهنحط دلوقتي الفانيليا معاهم. كل هنشتغله في الطبق وبالويسك بتاعتنا، مش هنعوز نعمل اي حاجة تانية في عجانة ولا حاجة. هناخد السكر وهنحطه معاهم. وهناخد الدقيق وهنحطه برضو معاهم. واخر حاجة هنحطها اللبن، وبعدين هنروح نسيح الزبدة ونحطها هي كمان، لأن الزبدة لازم تكون سايحة. نتأكد إن كله اختلط تمام. هنروح حاطين دلوقتي كمان البرتقال اللي عندنا، ونحط اللبن بالراحة كده. ما بنضيفش اللبن غير لما بنتأكد ان الدقيق كله امتزج، ما بقاش فيه اي حاجة مكلكعة. وبعدين نحط اللبن كده تمام. ناقص بقى نعمل ايه؟ نسيح الزبدة اللي عندنا.
هنسيحها وهنحطها. احنا عايزين بس 50 جرام زبدة، فدول مش 50، احنا عايزين 50 اللي هم دول، دي لا ودي لا، دول 50. فتاني هنقول المقادير: 50 جرام زبدة، 3 ارباع كوباية دقيق، نص كوباية سكر، كوباية لبن، 4 بيض، فانيليا، ومعلقة كبيرة قشر برتقان. الزبدة لازم نسيحها. حطينا الأول البيض والفانيليا، وبعدين حطينا السكر، وبعدين حطينا الدقيق واللبن والبرتقان. دلوقتي هنحط الزبدة السايحة، وبعدين يعني طبق بسيط جدا، وزي ما انتم شايفين تقدروا تستعملوا اي فاكهه في السوق انتوا حابينها. زي ما قلنا بالخوخ بيطلع حلو قوي، بنقطع الخوخ حتت يعني مربعات كده وبنحطه زي ما احنا حاطين الكريز، بس بيبقى خوخ. ممكن تستعملوه باي فاكهه انتوا حابينها. عايزين كمان نوريكم دلوقتي الشوكولاتة اللي حطيناها في التلاجة. اللي عملناها بزبدة الفول السوداني هتشوفوها كمان دلوقتي، قلنا ما تاخدش وقت خالص في التلاجة، على طول هتجمد. كده الزبدة عندنا تمام. نروح بقى نحطها. خمسين جرام زبدة، خلاص كده. كده الخليط بتاع الحلو بتاعي النهاردة خلص، هحطه بقى على الكريز. تمام كده، وهدخله الفرن على درجة حرارة 180. بيقعد تقريبا نص ساعة. عندنا احنا طبعا واحد جاهز عاملينه، دلوقتي نجيبه. ده الجاهز بتاعنا. نجيب بس معلقة، خلينا نحط شوية سكر بودرة على الوش. اللوز بقى بتقدروا تحطوا كده شوية لوز، بيدوا كده شكل حلو وبيدوا طعم جميل. خلاص ده كده، خلاص طعمه تحفة، جربوه هتنبسطوا منه جدا. خلينا نحط ده هنا وده هنا، وناخد الحلو بتاعنا. دي كده شكل الشوكولاتة، المربعات الشوكولاتة بزبدة الفول السوداني اللي عملناها النهاردة. وعملنا كمان معاكم الطبق ده، حلو قوي 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 بالكريز، وزي ما قلنا بتقدروا تستعملوا اي نوع فاكهة انتوا حابينه. وعملنا كمان طبق بطريقة تقديم كده لذيذة، باللحمة المفرومة والخضار المشوي، وحطينا عليه من فوق كده جلاش، طعمه لذيذ جدا جدا. وكمان يعني طريقة تقديمه كده جديدة لذيذة. بتمنى تكون وصفاتنا للنهاردة عجبتكم، وبشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وافكار جديدة ان شاء الله. باي باي.